الحمد لله الذي خلق الخلق بلا عناء، وخلق إبليس اختبارا لنا وابتلاء، وأخبرنا أن معه خيلا وخيلاء، وقال لا تطيعوه فيصيبكم الهم والغلاء والبلاء، فهو ما فعل خيرا منذ فصلت الأرض عن السماء، فهو الذي خدع قابيل فسالت من أخيه الدماء، وخدع فرعون فقال يا هامان ابن لي صرحا وارفع البناء، وخدع السامري فصنع عجلا وعبده الأغبياء، وخدع أبرهة فسل الطير عن القتلى وعن الأشلاء. أفنسمع لهذا ونعصي من بيده الإماتة والإحياء، ومن بيده الماء والهواء والغذاء، ومن بيده الداء والدواء والغذاء؟ فلقد سألت الكون شرقا وغربا ومن الأرض إلى السماء فأجابني إجابة لا شك فيها ولا مراء، ارفعوا عن أعينكم الغطاء ووحدوا صاحب العظمة والكبرياء. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق وكان عرشه على الماء، جعل لكل داء دواء ولكل جرح شفاء، صاحب التدبير في الأرض والسماء، سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا فخر الأنبياء الذي ما أخطأ يوما وما أساء، لما دعا أصحابه لب النداء، ولما عطش الجيش نبع من بين كفه الماء. القدوة النيرة في الصبر على البلاء، فكم من شهور مرت على حضرته ولم يوجد في بيته طعام إلا التمر والماء. صلى عليه الله قديما وكذلك الملائكة في السماء. ثم أما بعد، وحد الله، تعالوا بنا في دقائق معدودة نقف مع حقيقة هذه الدنيا. ليه؟ لأن احنا بنوعظ كتير والعلماء بتوعظ كتير، وما زالت القلوب قاسية، قست القلوب، تراكمت الذنوب على الذنوب، قل الخوف من علام الغيوب. زمان الشهوات، زمان الماديات، غفل كثير من الناس عن الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات. من أين أقف وفي أي المواطن أقف مع هذه الدنيا الذي قال عنها الحبيب محمد الدنيا كالحية، لمسها لين وثمها قارص، ولكن ربي أراد أن أقف هذه الوقفة مع نبي الله عيسى. هتصلي على عيسى وتصلي على سيد عيسى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله،
تعالوا نشوف سيدنا عيسى بيضرب لنا مثلا في الدنيا. وحد الله وما تنامش. طب كمان مرة وحد الله. كمان مرة اصحى. سيدنا عيسى ابن مريم المسيح، وتعمدت ان اقول المسيح لان ربي سماه بذلك. واذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. عشان اللي لسانهم طويل كتير، في ناس رمضة بتوقف في الهيافة وتتصد، يقول لك هو عيسى مسيحي، وانا قلت لك مسيحي اسمه كده، ربنا سماه كده، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. خلي بالك، كان له صاحب وصحبة الصالحين شرف. فالصاحب قال لسيدنا عيسى لما أراد المسيح عليه السلام أن يسافر، قال له خدني معاك. ليه؟ عشان ينال الشرف. كلب مشي مع الصالحين، فخلد الله اسمه في القرآن إلى يوم الدين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوثيق. كلب يمشي مع الصالحين فيخلد ذكره في القرآن من قبل رب العالمين. فكيف بمن يمشي مع عيسى وهو نبي من أولي العزم الخمسة؟ فرفض عيسى أن يصحب معه هذا الرجل. شوف النهاردة ابنك مصاحب مين؟ مصاحب العم بتوع البنجو وبتوع التمول وبتوع الفيسبوك 24 ساعة. ما الصنعة ماتت في البلد من ايه؟ ما طول الليل سهران قدام الفيسبوك ما بدومش الا الظهر. هو اشتغل فين؟ ما فيش صنعة. شوف سيدنا عيسى، هذا الرجل اختاره صح. قال له ما اقدرش اخدك معايا. فاستحلفه بالله. قال له بالله عليك تاخدني معاك. وطبعا طالما حلف بالله لازم ياخده. فاخذه نبي الله عيسى. ركز واحد الله وهنخلص، بس عايزك تطلع بملخص. فسيدنا عيسى لما نزل القريه اللي هو عايز يروحها، قال له اذهب الى هذه القريه، حيز عزبة صق، انزل هات لنا طعام وانا هصلي. وسيدنا عيسى صلي. امال ايه؟ عيسى موحد لله، عيسى يسجد لله، لانه ليس هناك اله في الكون الا الله. عيسى اول ما نزل من بطن امه اعلن التوحيد لله، اني عبد الله. ما توحد. خلي بالك، فالراجل جاب كام رغيف؟ ثلاثة. عايزك تخرج معايا على مغزى هذه القصة. جاب ثلاث رغيفة، وجه لقى سيدنا عيسى بصلي وطول في الصلاة، لأنهم كان يشعرون بلذة بين يدي الله. فعيسى ساجد بيدعو ربه. الراجل جاء صاحبه، راح واكل رغيف وصبر نفسه. ما تصلى على الحبيب. الراجل كان رغيف. الرجاله كان رغيف. ما كانش عماره. ما كانش فدان. ما زورتش في العقودات. ما كتبش العين وساب عين. مش حرامي. مش نصاب. ما اكلش مال يتيم. ما اكلش ربا. ما سبش الدين. ما سفكش الدماء. عمل ايه؟ رغيف ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ يا عم ده في ناس واكله حقوق ناس ومش في دماغها. ولما تقول له انت واكل حق اخوك ليه؟ يقول لك يا عم اعلى مدخله يركبه. ماشي يا عم. مش انت قادر؟ ربنا اقوى منك. ربنا هينتقم منك في الدنيا قبل الاخره.
وهناك امام الله عز وجل ساقتص منك. والله تخلي بالك، فسيدنا عيسى خلص لانه نبي وعارف. اول ما خلص صلاه قال له: من الذي اكل الرغيف الثالث؟ وسيدنا عيسى هيطلع واحد لنا من خلال كده كلنا كتير. هو مش ربنا قال في صورة آل عمران على لسان نبي الله عيسى: وأنبئكم، سيدنا عيسى اللي يقول في القرآن: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني سيدنا عيسى عارف البيت دي طابخ ايه والبيت دي طابخ ايه، وعارف انت معاك ايه في البنك، وعارف دي حاطط ايه تحت البلاطه. ما هو: وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. ما انا نفسي تقرا القران وتوقف بس مع القران، عايزك توقف مع القران. فسيدنا عيسى عارف، بيقول له: من الذي اكل الرغيف الثالث؟ هتوحد الله؟ انتوا ليه انتوا؟ عارف قال له ايه؟ قال: والله يا نبي الله ما كان الا رغيفين. حلف بالله وين يعني يا عم؟ احنا بنحلف بالله كل يوم 24 ساعه بنحلف بالله كده. انتشر الكذب بين الناس. الاستاذ الان يكذب على تلميذه، والزوجه الان تكذب على زوجها. حياتنا كذب في كذب إلا ما رحم الله. أين الصدق في الأمة؟ وأين الوفاء؟ وأين العطاء؟ وأين الرجولة؟ وأين الكرامة؟ من الذي أكل الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان إلا رغيفين. والله هم الدين. مين اللي قال لك الكلام؟ قال له: طب تعالى شم رغيفين. طب تعالى معاي. فمر سيدنا عيسى على ضباء طرعة. ركز معاي، غزلان، غزلان بتجري. راح سيدنا عيسى ماسك واحدة وذبحها وسلخها وشواها. الراجل قاعد عايز ياكل. فرفع عيسى بعدما شوى هذا الغزال الضب يده إلى السماء لمن يقول للشيء كن فيكون، أن يحيي له هذا الضب، فعاد حيا بين يدي نبي الله عيسى بقدرة الحي الذي لا يموت. الضب رجع حي. فالرجل تعجب، قال: سبحان الله، ضب يذبح ويسلخ ويشوى ثم يعاد حيا. فقال له نبي الله عيسى: بحق من أراك هذه المعجزة، قل لي مين اللي كان الرغيف الثالث؟ لسه ربنا مورينا اهو، لسه ربنا مورينا معجزة. قال: والله ما كان إلا رغيفين. برضه مصمم، قال له: تعال. فراح جاي على سطح ماء، بحر، نهر، ترعة، وقال له: تعال نمشي عليه. الرجل رجع لورا وتقهقر الى الخلف، قال له: امشي على الميه الثانيه. قال له: بقول لك تعالى معايا. فاخذ سيدنا عيسى بيد هذا الرجل فتجند الماء اكنه كوبري بقدره رافع السماء. فالرجل عدى البر الثاني. اسمع ماذا قال. قال: نمر من على الماء ولا نبتل. فقال نبي الله عيسى: بحق من اراك هذه المعجزه، قل لي مين اللي كان الرغيف الثالث؟ فقال: والله ما كان إلا رغيفين. مصمم برضو؟ خلي بالك أنا بتكلم على رغيف يا رجالة، مش على فدان، ربنا يسترها علينا. قال له: طب تعالى أنا هعرف أنطقك. فأخذه في صحراء فيها رمال، واحد الكبير المتعب. وراح سيدنا عيسى قاعد وعمل ثلاث أكوام من الرمال متوحد. فدعا الكبير المتعال أن يحول الرمال لثلاث أكوام ذهب. وانتوا عارفين إن الذهب يذهل،
العقول. والإمام الشافعي يقول إيه؟ رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. الرجل ساعة ما شاف الأكوام عقله طار. فسيدنا عيسى قال له اسمع بقى ما اقول لك، الكوم الاولاني بتاع البيت دي بتاعي، والكوم التاني ده ليك من حقك، اما الكوم الثالث لمن اكل الرغيف الثالث فقال الرجل انا الذي اكلت الرغيف الثالث. ما طنط جالك. شوف الذهب ده يبيع ابوه عشان 10 جنيه، والله عشان 10 جنيه بيع ابوه اللي جاب ابوه، احنا استفدنا من ابوه ايه؟ و10 جنيه تجيب احسن من ابوه. هو دي الزمن دي كده؟ اشحط صوت انت اخويا عشان ازور الدار، واخويا ساكن بالايجار ما يروحش مصيبه، انا ماله ماله؟ وهتعمل ايه في الخط؟ يعني انت اللي كلت اللي جيب؟ اه. فقال له نبي الله عيسى: بلت ثلاثة أكوام لك، مبروكين عليك الثلاثة بس بشرط. هذا فراق بيني وبينك، انت من سكه وانا من سكه. قال له اول من 60 سكه مش هاخد الذهب؟ الف سلام، السكه اللي تودي. يا سلام، الراجل قاعد بقى قدام الثلاث اكوام. اعتذر اليك في نقطه الشيء، اعتذر اليك. الراجل قاعد قدام الثلاث اكوام يفكر هيشتري ايه، وهيبني العمارة الاول، يعمل الجريمة تحت الاول، هيعمل بالرخام بالسيراميك، الا وثلاثة من قطاع الطرق ماشيين في الصحراء ساعة ما شافوا الذهب طارت عقولهم فانقضوا عليه فقتلوه. دوكا خسر الدنيا والاخرة، خسر سيدنا عيسى وخسر الاخرة وخسر القيامة، لا طل دنيا ولا اخرة. فالجماعة الثلاثة الهبل ولاد الهبل اللي موتوه، خلي بالك، قال لك نرشح واحد فينا يروح يجيب لنا اكل من عزبة صاج. واحد هيقول لك وجال عزبة صاج مثلا يعني، ما تدججليش على واحد واحد الله. خلي بالك هم قاعدين، قال لك واحد يروح يجيب طعام، اللي رايح يجيب طعام الشيطان جاب، عارف قال له ايه؟ قال له يلا بدل ما الثلاث أكوام يتقسموا على ثلاثة ما يتقسموا على واحد، دس لهم الثم في الطعام فيأكلوا الطعام ويموتوا وانت تاخد الثلاث أكوام من الذهب. في نفس التوقيت أتى الشيطان للإثنين الذين ينتظرون الطعام وقالوا البعض بدل ما الثلاث أكوام يتقسموا على ثلاثة ما نقلش الواد اللي تجيب الأكل ده، ناكل الاكل ونموته ونقسم الثلاثه علينا احنا الاثنين. دوكها جاب الطعام، لسه جايب الطعام راحوا قابلين بصخره وانقضوا عليه فقتلوه، واكلوا هم الاثنين الطعام فماتوا. كم واحد دلوقتي يا مولانا؟ المسألة مولانا. كم واحد دلوقتي حوالين الاكوام الثلاثه؟ الاكوام زي ما هي، الدار زي ما هي وانت طلعت على ظهرك، الشارع زي ما هو وانت طلعت على ظهرك، كل حاجه زي ما هي. ايه انت اللي حاسبها غلط؟ فعاد نبي الله عيسى لانه عارف اللي هيحصل، فعاد وبص للاكوام زي ما هي ما اتحركتش، والاربعه قتل حوالين الاكوام. ثم بكى سيدنا عيسى وقال هكذا الدنيا تفعل باهلها. هي دي الدنيا، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، غني كل من يقنع، فقير كل من يطمع. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذه الليلة على الحج عطية فتوح أسعد الليالي عليه.
فكان صاحب واد في كل مكان، وعرفناه نعم الجار، والله عرفناه نعم الجار. نسأل الله عز وجل. الحج عطية خلي بالك مات فجأة، مش انظر له، ما هو مات ودخل القبر، انظر لي وليك، لأن موت الفجأة مصيبة. لمين؟ مصيبة لمين؟ للفاجر وراحة للمؤمن. فنسأل الله أن يجعل الحج عطية الليلة من المؤمنين، وأن يجعل هذه الليلة من أسعد الليالي عليه. اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم أدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده يا رب العالمين. اللهم لقنه حجته، وشفع فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله الواحد الديان، وإن كان من خطأ أو سهو فاعذروني فإني إنسان، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.